السلام عليكم شباب بنات، ربي يحفظكم يا غالي. تحياتنا لكل المتابعين البعيدين والقريبين. اليوم وياكم اجراءات السلامه، فقره اجراءات السلامه نوفر بها الخوذه، كسارات، الدرع. واليوم اكو شغلات جديده الاكثريه يعني ما متواجده او ما يقدر يحصل عليها، حصلنا عليها انه هي مال الهوكي، لعبة مال الجليد اللي بالإيد اللعب، هذا الأصل درجة أولى. يصير كله كسارات كسارات، يعني منها كسارات منها كسارات منها. هذا لعبة الهوكي على الجليد، يعني يصير بي وقعات قوية ما وقعات، هذا ما مستخدم، هذا ما مستخدمات. هاي العلامة ما تنشلعت، تشوفوا كلش راقي ومريح. هذا يلبس شورت وجوا بجامة سوداء، يلبس تسكيت يطلع روعة. طبعا القياس مالته سمول، هذا يعني حسب اللاعب ونشاطه، اذا سمين كلش ما يرهم، يعني شوية جسم ناصف رياضي. هذا السعر 25,000، قطعتين فقط من عنده حصلنا قطعتين. هاي القطعه الثانيه يعني مريح كلش من جوا، كسارات داير مداير، كسارات منها كسارات منها كسارات منها، الحزام والقيطان والداخل هذا مالته. هاي اجراءات السلامه، السعر 25، ما مستخدم نهائيا نهائيا، ما مستخدم بعده بالعلاقه. نوعيه راقيه درجه اولى، كسارات من الوقعه، اللي يخاف على ابنه، اللي يخاف على عمر صغير يقدر ياخذ هاي الشغلات يحافظ على وقعه ما وقعه، هذا كله كسارات. هاي بالنسبه لك عندك، هاي تكررت، هاي البجامه شورت بجامه صغير، هم سمول مديم، هي هاي لاستيكه من جوا كسارات، 1 2 3 ست كسارات بيها زائد ذني والأمام والخلف والحزام واللبس. هاي السعر الواحد على 25,000. لعبة الهوكي هي هذني الشورتات، عندك الدرع، هذا الدرع جتافيات 2، نوعية درجة أولى كلش تخين وقوي الدرع، اللي يخاف على ابنه يستوى اللي يتعلم. هذا سعره 25,000، يلبس هواي أعمار، يعني إن كسارة مالته كبيرة ذي، هو يحمي الصدر والظهر. السعر 25,000. عندكم هاي الدروعة مال معترفين، يعني مو قياسات صغار، هذا ماركة الغالين، هذا الدرع ماركة مالها نفس الشيء، هم هوكي وغير أمور يستخدم، بس احنا نجيبه للسكيت، اللي كشخة قيافة اللي يحافظ على نفسه من الوقعة شيء. هذا صنع USA امريكي، ماركه مو تجاري ولا تقليد ولا درجه اولى، ماركه اصلا. السعر 50,000، هذا السعر 50، قطعتين من عنده. هاي القطعه الثانيه اسود كبير، هذا يجي هذا اللون مال المعترفين مو مال صغار، يعني صغير عمر. سعر 50، هذا الدرع الاصلي، يدور قيافه يدور كذا. هذا الدرع سمول، هم صغير، هم يلبس كبير، شوفه صغير بس هو يلبس، يعني يلبس اعمار كبار. هذا اللي تشوفه يعني جربناه ولبسوه ابطال، ينباع الكساره مالته مو مال اطفال يعني، اما المعترفين هذا سعره 25، ويلبس يجي يم يلبس ويشوف. عندكم هاي الخوذه، وهذا اصلا ما مستخدم نهائيا، جماليه مالت اذا تشوفوها مال استعراضات، سعره 25، موشمه وكامله، واصلا موشمه يعني مو احنا موشمين، سعره 25.
3000 درجة أولى. عندكم هذا الدرع هم بعد أبو هاي العلامة مالته اسم مستخدم هم مع المعترفين مو مال صغار يعني. السعر 25 هم درجة أولى نوعية درجة أولى يعني يستعمل الهوكي مو هوكي يعني كله هو نفسه مال سكيت بس عجلي. هذا الدرع عندكم ذني كسارات هذا السيت بالا 6 كسارات جفوف 2 كوع 2 هنا 2 يصير 6 هنا والحافظه مالته ذني على 15000 بالا اصلي طبعا. هذا البناتي سيت كامل 15 6 كسارات نفس الشيء 2 جفوف ملكي يصير 2 كوع هنا 2 سعر 6 15000 سعر. هذا السيت هم كامل مع الأطفال بناتي هم سعر 15. هاي إجراءات السلامة حتى نوفر يعني كل شيء عندكم للي يخاف للي ما يقدر يلبس درع يلبس هاي الأمور ويقدر يستخدم ديسكيت براحته. يعني ما عندك اي نقص تقول اخاف رجلي كل شيء موجود. واحنا هم شرحنا ذيك المقاطع شرحنا كل شيء شرحنا الكسارات بس ذني جني جدا ذني مال الهوكي لعبة جديد الاكثر يعرفوها طبعا كلكم ساعدوا 25 وذني على 50 وذنيك على 25 ولا تنسون دعمونا بلايك اشتراك بالقناة وش تحتاجون كتبونا بالتعليقات تحياتي كنا غاليين.